هنا الحاله دي عمل اكتر من مرحله، ودي انا يعني كويس ان احنا جبنا صوره زي كده عشان نفهم ان مش معنى ان نبقى حد عنده الدرجه دي يبقى في عمليه واحده هيوصل للنتيجه دي. لا، هنا عشان نوصل للنتيجه دي ممكن ناخد من مرحلتين لثلاثه، ما بين كل مرحله ومرحله 6 شهور، اللي هي الفتره الطبيعيه ان الشعر بياخد وقته على بال ما ينمو. وصعب جدا في مرحله واحده المساحه دي كلها تتغطى. طبعا صحيح ممكن نغطي اكتر من النص في مرحله واحده، ولكن عشان نكثف ونغطيها تماما ممكن ناخد اكتر من مرحله. واحنا لو غطينا النص في اول مرحله هو هيشعر بتفاؤل، يعني بالزبط. يبقى عنده دافع بالزبط. يعني نفس الكلام المنطقه اللي هي بتبقى اسفل، او اللي هي في اللي هي المنطقه اللي ورا اللي بتبقى في اسفل اللي هي مقدمه الراس دي، برضو ممكن نعمل فيها زرع ونغطي الجزء الفاضي ده، وطبعا نحصل على نتيجه كويسه فيها جدا. تمام. ودي برضو نفس الكلام، كتير قوي من الشباب بيبقى عندهم المشكله دي، انه في النص اللي ورا كويس او في شعر لسه، والنص اللي قدامي فضي تماما. برضه هنا دول بيستفيدوا جدا من عمليه من مرحله واحده. دكتور، من مرحله واحده انا واحد منهم، هاجي لك ان شاء الله. برضه الصلع في السيدات، ان احنا ممكن برضه نلاقي فيه فراغات، خاصه منطقه الفرق، منطقه الجبهه، مقدمه الراس، برضه في البنات والسيدات ممكن يعملوا برضه زرع شعر طبيعي.